بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. يمكن بعد نهايه مباراه الاهلي والبنك الاهلي دورت على الناس اللي اتكلمت عن المباراه على يوتيوب، ولقيت بصراحه اكتر واحد بعتلمه على يوتيوب كابتن ممدوح نصر الله ما نزلش فيديو، لان الراجل كان هيتكلم في العك الفني اللي موجود جوه الملعب. فالراجل فضل ان هو يتكلم في مباراه ليفربول ومانشستر يونايتد، ودي بحييه جدا عليها. دورت بعد كده لقيت اغلب الناس اللي كانوا بيتكلموا على اخطاء تحكيميه. قلت عادي سيبهم يقولوا اللي هم عايزينه، هم في الاول او في الاخر لسه شباب بنتكلم زي بعض، كلنا كل واحد يقول اللي هو عايزه. انما دخلت على حلاق الصحه، اكتر واحد كداب في عالم يوتيوب، اكتر واحد بيحاول ان هو يهبط اي هبلات علشان خاطر الناس تقول والله الراجل ده بيحب جدا النادي والراجل ده اهلاوي من زمان جدا، مع اني عايش بقالي كتير وما شفت ان علاء صادق كان اهلاوي الا الفتره الاخيره اللي هو كان مطرود فيها بره مصر. بس قلت عادي نشوف هيقول ايه. قال لك الهدف صحيح. طب بناء على ايه يا كابتن علاء الهدف صحيح؟ قال لك كل الحكام اتكلموا على ان الهدف صحيح، حكام اجانب وحكام مصريين. بناء على ايه؟ طيب يعني مش ايمن اشرف رفع كوره في ظهر الراجل منعه ان هو يعمل جامب على الاقل؟ ما تقول يا كابتن علاء مش انت كنت بتحكم قبل كده؟ نسيت ان انت حكمت ماتش قبل كده واللعيبه جري وراك ولجنه التحكيم وقفتك وقالت لك انت ما ينفعش ان انت تمارس المهنه اساسا، فانك تيجي دلوقتي تطلع تتكلم على ان التحكيم سيء والتحكيم بيحرم الاهلي؟ تقدر تقول ان الاهلي كان وحش؟ اغلب اللي عندك الغوا السبسكرايب علشان خاطر عارفين ان انت راجل بتطبل، بتطلع بعد كل مباراه للاهلي تقول الاهلي ابدع، الاهلي امتع، الاهلي بيظلم، الاهلي 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 الاهلي. عارف ليه؟ عشان انت كنت ضد مرتضى، فلو قلت الكلام ده مع الزمالك الناس مش هيصدقوك. علشان كده انت بتختار الحل السهل، انك تناوم الناس وانك تقول لهم والله يا جماعه الاهلي كويس وزي الفل، بس الاهلي بيتظلم وعقوبه الشناوي ظالمه وموجهه. ظلمته وموجهه ايه؟ ظلمته وموجهه ايه؟ تقدر تقول ان محمد الشناوي بعد المباراه فقد اعصابه وراح خد شد الحكم من ايده وشتمه؟ تقدر تقول كده؟ تقدر تقول ان اللائحه بتقول 8 ماتشات بس هي عادت 4 ماتشات كده وهتتلغي كده كده العقوبه، وحتى لو العقوبه تمت ماتش بيراميدز هيتاجل، وتقول للاهلي بيتعرض لظلم؟ انا راجل اهلاوي وعارف ان مفيش حد في مصر دي كلها يقدر يظلم الاهلي، فما تجيش تقول للاهلي بيتظلم. هتلم لايكات وهتلم متابعين، بس انت راجل كذاب وهراي، هتلم المتابعين واللايكات والناس دي كلها على ان انت بتكذب؟ لا كمل. المشكله بقى في الناس اللي بتحب تكذب عليها. الاهلي لاعب ماتش زي الزفت قدام الانتاج الحرب قدام البنك الاهلي اسف. هتقول لي ماتش زي الزفت، الاجواء كانت ما ينفعش تلعب فيها كوره. اتفرجت على ماتش بيراميدز والبنك الاهلي، الماتش اللي انت كنت بتتريق فيه على رمضان صبحي، والماتش اللي كنت بتشوف ان رمضان والطموح والكلام ده. بيراميدز كان بيلعب في ملعب العباسيه، ملعب العباسيه ما ينفعش انك تلعب فيه مع احترامي مواشي، مش تلعب فيه بناء ادمين. ومع ذلك بيراميدز لعب واشتكى من الملعب والدنيا كانت بالنسبه لبيراميدز ضايعه خالص. هتقولي ما هو البنك الاهلي كان ليه جون والحكام لغوه؟ هقول لك ماشي. طب ما الحكام اهي بتظلم البنك الاهلي، اشمعنى هتيجي عندك انت ويقول لك اصل الحكام بتظلم الاهلي؟ يا ابني مفيش حكم في مصر يقدر يظلم الاهلي عن عمد، هم اكبر من كده بكتير. هتيجي تقول لي الاهلي بيعمل اجتماع علشان خاطر القرارات التحكيميه؟ ما فيش حكم في مصر قلت لك قبل كده بيقدر ان هو يظلم الاهلي. اما الهكس بتاع سيد عبد الحفيظ ده فضغط على الحكام والكلام اللي مرتضى وامير كانوا بيعملوه على الحكام علشان خاطر نفضل دايما في ام الدايره الوسخه اللي عمرنا في حياتنا ما نشوف دوري محترم بسببها. كل واحد بيضيع فشله على الحكم، يقول لك الحكم هو اللي خسرني النهارده. طب انت تستاهل انك تكسب الشوط الثاني؟ ما لعبتش كوره، تقول لي اديني حقي، ما هو حقك ان الكوره ما تحسبش. انت مش اهلاوي. احنا بقينا في زمن كل حاجه فيه ماشيه عكس بعض، والا لو قلت الحقيقه تبقى انت راجل ظالم وانت فاهمش اي حاجه في عالم كره القدم. بس طول ما حلاق الصحه واللي زيه مستمرين في عالم كره القدم حتى من خلال يوتيوب، عمرنا في حياتنا ما هنتفرج على كره مصريه نظيفه، ولا هنتفرج على تشجيع نظيف، ولا هنتفرج على اي حاجه في عالم كره القدم تخص الفنيات وتخص تحليل المباريات. كله هيبقى عباره عن تطبيل وعباره عن هاكس وعباره عن شوف المجرحه فين، الاهلي وحش وزي الزفت وموسيماني عمل تغييرات كلها اغبى من بعض. ما تتكلمش على موسيماني، اتكلم على حكم. ليه؟ عشان خاطر لو اتكلمت على موسيماني هتتشتم من جمهور الاهلي، انما لو اتكلمت على الحكم دول ما لهمش ظهر، دول اديهم على دماغ ابوهم، مفيش اي حد هيرد. خلاص طول ما احنا ماشيين كده كملوا زي ما انتوا عايزين. اما لو انت بتتهمني ان انا راجل قابض، طب انا قابض من مين يا حبيبي؟ ده انا ورايا خلفيه خضراء مش لاقي فلوس ان انا اعمل مكان عدل. كمل براحتك لو انت عايز تمشي بالطريق ده، بس افتكر دايما ان حلاق الصحه بيقبض وهو قاعد في بيتهم. زي هبدة احمد سيد زيزو ان الاهلي بيخلص مع احمد سيد زيزو، الكوكب كله قال له جبتها منين يا ابن الهبالة دي؟ قال لك دي معلومات خاصة. خلاص بقى امشي ورا المعلومات الخاصة وامشي ورا الحكام اللي بيقولوا له ان الكرة هدف وكمل مع بعض. حسب الله ونعم الوكيل في كل واحد بيحاول ان هو يعمل فتنة في عالم كرة القدم. خلصنا من بورسعيد، عايزين نعملنا بورسعيد جديدة ولا دي.